برعاية وحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، نظمت جمعية البحرين لشركة التقنية بيتك صباح اليوم حفل توزيع جائزة البحرين للمحتوى الرقمي. هذا وحضر الحفل مجموعة واسعة من القادة والمبدعين في مجال الابتكار وريادة الأعمال الرقمية من مختلف القطاعات، إذ تم تكريم 28 مشروعا رقميا وطنيا بالجائزة ضمن فئات الجائزة الثمانية، وهي فئة الصحة والرفاهية ومشاركة الحكومة والمواطنين والتعليم والتعلم والثقافة والإدماج والتمكين والمستوطنات الذكية والتحضر والبيئة والطاقة الخضراء والأعمال والتجارة. وتعد جائزة البحرين للمحتوى الرقمي الأبرز من نوعها على المستوى المحلي، وهي تهدف إلى تسليط الضوء على مدى التطور الذي حققته مملكة البحرين في تطوير المحتوى الرقمي والنهوض بتقنية المعلومات والاتصالات ودعم التوجهات العالمية نحو الرقمنة والقدرة التنافسية للقطاعات كافة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لدعم التحول الرقمي وتفعيل الإبداع في تطوير المحتوى الإلكتروني على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة. تعد جائزة البحرين للمحتوى الرقمي منبراً هاماً لعرض المشاريع الحديثة والمبتكرة، وتلعب دوراً كبيراً في تعزيز الإبداع الرقمي من خلال تسليط الضوء على الإنجازات في مجال الابتكار التقني والتفوق الرقمي. اليوم سعداء بفوز مجموعة من التطبيقات الحكومية والمشاريع الرائدة في مجال التحول الرقمي في حكومة البحرين، ولله الحمد يعني هناك مجموعة من التطبيقات، تطبيق التاجر وتطبيق صحتي وتطبيق تواصل من التطبيقات اللي فاز، كذا تطبيق وجهة وزارة الخارجية، جميع تطبيقات حكومية تسهم في خدمة المواطن المقيم في البحرين وتسهيل حياة وتبسيط الإجراءات الحكومية. جائزة البحرين للمحتوى الرقمي انطلقت من عام 2005 وتستمر إلى يومنا هذا بهدف الترويج للابتكار الرقمي والنهوض بتقنية المعلومات والاتصالات في مختلف مجالاتها. المؤسسات الحكومية والخاصة جميعها تحرص على أن تكون موجودة في هذه الجائزة لأنها تسعى إلى رقمنة العمل الحكومي والخاص في مملكة البحرين. إحنا كجامعة البحرين عندنا هدف كبير هو رقمنة الحرم الجامعي بجميع خدماته، والحمد لله قطعنا أشواط كبيرة وبدأت تطلع نتائجنا من خلال الجائزة اللي إحنا فزنا فيها اليوم، واللي هي خدمة التسجيل الإلكتروني بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية، والخدمة هذه تتطور سنة بعد سنة وقاعدة تتوسع بحيث تشمل شرائح أكبر من الطلاب. جميل أن نشوف التقدير حق المحتوى الرقمي في المملكة، وسعيدين جدا وفخورين أن احنا حصلنا على الجائزة المحتوى الرقمي بالنسبة لبوابة التمكين الإلكترونية. طبعا هذا يؤكد على جهودنا المستمرة في تحسين خدمة العملاء وخدماتنا الإلكترونية من خلال مختلف القنوات، وإن شاء الله بنكون مستمرين ونحرص على تطوير خدماتنا بشكل مستمر وتحديثها بما يتناسب مع تجربة عميل متميزة يستاهلونها شعب البحرين. البحث والتطوير من أساسيات بناء المجتمعات الرقمية الواعدة، ولا يأتي إلا من خلال بيئة ديناميكية داعمة، وتأتي جائزة البحرين للمحتوى الرقمي لتؤكد أهميتها من خلال مخرجاتها المميزة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.